ذوي الإعاقة محتاجين بصراحة لأي كل لحظة معنوية تدفعهم للأمام. فاليوم لما يشوفوا زميلهم معتز نفس الظروف وبنفس المجتمع وعم بتهدى وعم بصير بطل وبشوفوا لقاءات تلفزيونية بشوفوا منطقه بالحديث، فبالتالي هم بصيروا حابين انهم يكونوا على نفس الطريق. كثير من الناس اللي عم بتتابعني من ذوي الإعاقة دائما بيحكوا معي بهاي الطريقة، وهم حابين انهم يكونوا يعني بتحفزهم، ولكن الإمكانيات المادية وعدم وجود الأماكن المؤهلة لتدريب ذوي الإعاقة عامة هاي بصراحة مشكلة.